عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جينا باش نحكيو على أول سيارة كهربائية تركية، وهذا أول تقديم عربي لها. دونك اليوم جينا باش نحكيو على أول سيارة كهربائية محلية الصنع في تركيا، اللي توا قاعد تشوف فيها ورايا، أكيد راك تصور لأنها عملت برشا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا اليوم جينا باش نحكيو على الخصائص نتاعها، وشنو هي السيارة هذه، وين صنعت، وكل تفاصيل اللي يخصها، اما بشكل سريع لانه ديجا ماهوش شوروم، هذا محطوطه هي في وست مول، دونك لازم نصوروها بشكل سريع. وكل قبل ما نبداو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه باش تشترك كل جديد على سيارات وفيديوهات هناك على السيارات الكهربائيه، وتابعنا على صفحه الفيسبوك والانستغرام. الفيديو موجه لكافه العرب، اذا اللهجه باش تكون عاميه باش الناس كل تفهم. يلا بينا ليتس جو. اول حاجه نحكيه على الشركه، تسمع في الاغنيه توا ما شاء الله الصوت نتاعي واصل وتسمع فيه بالكدا. نحكيه على الشركه، الشركه اسمها توغ، شركه تركيه 100%. دونك تنشات عام 2017 بعد ما اتحدوا 5 شركات محليه تركيه، كلهم شركات محليه، وهنا وين تبان القوه، لانه فماش استثمار خارجي في المصنع هذايا. ومبدئيا يخططوا لانهم يصنعوا 5 موديلات، وهذا اللي تراو فيه ورايا هو اول موديل لهم، واللي هو اسمه T10X، تيتان اكس. باهي، بالنسبة توا للديزاين نتاعها، بالنسبة للديزاين نتاعها المصمم نتاعها تركي، لكن بالتعاون مع شركة بينينفارينا، شركة بينينفارينا الإيطالية غنية عن التعريف في حكاية التصميم وحكاية التعديل نتاع السيارات من قبل. باهي، بالنسبة للموديل هذا اللي معنا اليوم يجي بثلاثة فئات. الفئة اللي تراو فيها توا ورايا هذيا هي الفئة الأخيرة، الفئة الفل اللي فيها كل شيء. مدى القيادة نتاعها 523 كيلومتر، والفئات الكل الثلاثة فيها 218 حصان و 218 حصان و 350 نيوتن متر. الفئة الأولية المدى القيادة نتاعها 350 كيلومتر، والفئة هذه اللي ورايا 523 كيلومتر. الفئة الأولية من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة في 7 ثواني، والفئة هذه اللي تراو فيها ورايا في 4.8 ثواني، أي نعم من 0 ل 100 في 4.8 ثانية. الشحن نتاعها يصير من 10 حتى 80% في 30 دقيقة، هذا في الشحن السريع، في الشحن العادي توصل حتى 8 ساعات. الو نبداو بالقدام نتاع الكهرباء. من قدام كما قاعدين نشوفوا منظرها، عندنا من هنا اضواء LED مغادي، باش ما نحطوش المنظر تاعها غريب، حطوا لها كالندر كما تاع الكهرباء العادي. من هنا عندنا اضواء اضافيه، وعندنا LED فوق اضواء اضافيه كما قاعدين نشوفوا فيه مغادي. ما عندي غاندي زاد الدور نتاع الرداد ريكول نتاعها. نجيو على جنب، عندنا الجنط نتاعها 19 انش 235 50 19 انش. وشوفوا كيفاش الديسك تاع الفران كبير برشا، وشوفوا كيفاش مغلفه بكلها من غادي. الدنيا معبده برشا هوني، دونك نسكر الباب. باش تفهموا الكبر نتاعها على جنب طولها 4 متر و60. كان تحبوا تقارنوها الكبر نتاعها، الكبر نتاعها نفس الكبر تاع تويوتا راف 4، راف 4، راف 4 وال والهافال هاش 6 اتش 6. لهنا عندنا الريفيزور المرآة تحتها، نظام نتاع النقطة العمياء والكاميراوات لأنها فيها كاميرا 360 درجة. شوفوا لهنا هذيا ما حطوش كروم ولا حاجة، إنما حطوهم كيف زي نوع هكا. من هنا دخول المفتاح وإلا بالبصمة من غادي. هذايا شناب تاع الكهرباء. نجيو توا للتيلاني نتاع الكهرباء. باهي لهنا شوفوا كيفاش فيها ضوء يتبع الخلف كهرباء كامله كله، وهذا كله بالال اي دي. من هنا شفتوا، ولهنا مكتوب عليه توغ، مش عارفوا اللي هي صناعه محليه. دونك بالنسبه للتيلاني نتاعها الباقي كل ما فماش كروم ولا حاجه، فما برشا خطوط في الكهرباء. خط من هنا لهنا هكا، شوفوا كيفاش لهنا عندنا هذوما الدور نتاع الرادار، وفيها بالطبع الكاميرا من هنا. هاي بالنسبة توا للصندوق الخلفي نتاعها، باش تحلو جوست تنزع الفلسة كهو ويكمل يتحل وحده، يكمل يفتح وحده هكاكا. شوف الفينيسيون، شوف كيفاش
يعني كل شيء مغلف بالرسمي راهو. من هنا عندك على اليمين باش تهبط، شوفوا كيفاش من هنا عندك 12 فولت، من هنا عندك مين تعلق حاجه، عندك اضواء ال اي دي يسار ويمين، عندك من هنا الشاحن نتاعها ما فيهاش على الاحتياطيه، وعندك من هنا وين تحط حاجه، وعندك هذه تجبدها هكا وترجعها، جوده عاليه جدا. شوفوا كيفاش من هنا وكل هنا كل شيء مغلف، وبالطبيعه باش تهبط الصندوق الخلفي، باش تنزل الصندوق الخلفي تنزل على الزر هذاك ما غادي وينزل. نجي وطول الداخلية نتاعها، باهي لهنا عندنا الفينيسيون كلها مغلفة بالسيميلي كوير حتى من تالي. شوف هنا الأبواق نوع ميريديان، ميريديان واللي هي شركة بريطانية شركة أجنبية. عندك لهنا وين تحط حاجة، فيتر إلكتريك، تويتر لهنا صغير، وشوفوا كيفاش الفينيسيون من هنا. نجي وطول لهنا هاكا. عندنا من هنا مصحف الفكر، الوغ بالنسبه للداخلين نتاع هنا عندي كات فيتر الكتريك كلها بالكوير، اربع الابواب يتحلوا بالازرار، عندي نظام الابواب هنا كلها بالبيج من داخل، لهنا بالبوا باللوح هنا من هنا. وشوفوا من هنا هذه شاشه واحده وهذه شاشه واحده وهذه شاشه، الكل كهرباء كلها تحكم فيها من الشاشات اكاهو. وهنا عندي كاميرا هذيك تخص اللي سوق. من هنا بالنسبه للمقود تاعها عندي من هنا تحكم تطلع وتنقص وتحس، ومن هنا عندي تاع البلوتوث. شوفوا كيفاش ماهمش فلس حتى، ماهمش حتى ازرار باللمس. من هنا بال هذايا اللوجو تاع السياره. بالنسبه من هنا هذايا تحكم فيها في الشاشات هذوما، ومن هنا نتاع الفيتيس تاع السيارة، وطبعا هي سيارة الكتريك. من هنا عندي زوز حاملات أكواب، شوفوا من هنا كيفاش فيها رقم غادي، هذوما اللي كانوا الشاشات تاعها. من هنا عندي المراية تاعها، كما شفتوا الفيديو كان سريع جدا، حبيت لكن عملتها بطريقه اكثر بروفيسيونيل. ديجا جبت معايا الماتريال على اساس باش نعمل تقديم كما استنستوا به في القناه. كانك اول مره تبع فيها تنساش تعمل اشتراك في القناه باش ترى فيديوهات، باش تشاهد فيديوهات كيف هكا، وان شاء الله تكون استفدت. اذا عندك اي سؤال خليه لي في التعليقات، والا في صندوق الوصف تلقى معلومات الاتصال نتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.